بالرغم من حصوله على موافقة من خفير أجري المدير الفني للمنتخب الوطني، إلا أن حملة انتقادات اللاذعة طالته. إنه اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزية الذي يتعرض الآن للانتقاد لتركه التدريبات في معسكرات المنتخب وتفرغه لصيد الأسماك في الجونة، وهو ما اتضح جليا من نشره العديد من الصور لرحلة الاستجمام التي يقضيها بصحبة زملائه خلال الفترة الحالية وقبل انضمامه لمعسكر المنتخب. ونشر صلاح صورة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اصطياده احدى الاسماك الكبيرة. وتوج محمد صلاح مؤخرا بدوري ابطال اوروبا عقب فوزه على فريق توتنهام الانجليزي بهدفين دون رد، ويستعد منتخب مصر لمواجهتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 من شهر يونيو الجاري على استاد برج العرب بالاسكندرية. We'll be right back.